الكرة توصل، وصلت الآن في محاولة تبدو خطيرة. مهدي، مهدي قائد، ابتدية تسديدة. الله 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 الله، النمور تبدأ بالعبور. ياهو عبور وياهو تسديدة وياها هدف جميل جدا. يسجل في هذه الأثناء دانييل بيسا يا إلهي على تسديدة قوية سكنت الشباك. قلت لك النمور بدأت تزور وبدأت تحوم في مرمى علي خسيف. يسجل دانييل بيسا، شوف اللقطة، تهيأت من مهدي قايدي وتسديدة في المرمى. يا سلام يا سلام، هذه المرة، عفوا يا علي خسيف، هذه المرة صعبة صعبة جدا. دانييل بيسا يضعها في المستحيلة، يضعها في المكان اللي لا يمكن أن تبعد فيه الكرة في اللقطة الماضية. دانييل بيسا والاتحاد يعبر بهدف المباراة الأولى. من لياندرو أقصى الجهة اليسرى، مزعجين لياندرو وكذلك مهدي، من مزعج لمزعج. هذه كورة تسديدة، جول. الله 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 يا مهدي قائدي، يسجل الهدف الثاني. النمور تبدأ بالعبور من جديد، تعبر من جديد، يتقدمون بهدف المباراة الثاني من تسديدة قاتلة في مرمى الجزيرة. يتقدم مهدي قائدي ويسدد في مرمى الجزيرة ويسجل الهدف الثاني، هدف جميل من على بعد، يضع في المرمى مهدي قائدي، من مزعج إلى مزعج، وكان المزعج بالتأكيد الثاني هو مهدي قائدي. استلم الكرة، تقدم فيها خطوات إلى الأمام، كشف المرمى وضعها في الزاوية الصعبة على حارس المرمى. قوية كانت، سريعة، لم تكن صعبة الزاوية، كما كانت الكرة أسرع من ردة فعل اللاعب علي خسيف، وبالتالي هدف في مرمى علي خسيف ثاني يسجل في هذه اللحظات عن طريق اللاعب مهدي قائدي. يسجل الهدف الثاني، دخل منطقة جزاء، ترسل عالية وأمامية، دخل منطقة جزاء، خطيرة. جول. يقلص الفارق في هذه الأثناء. يسجل كيبانو هدف تقليص الفارق للجزيرة. كيبانو يضع الكرة في المرمى ويقلص الفارق، يقلص الفارق، يسجل خامس أهدافه في هذا الموسم، خامس أهداف كيبانو. من هدف بالتأكيد كان بهذه الطريقة، مرت بهذه الطريقة، استفاد منها بهذه الطريقة، وبالتالي سجلها في مرمى عيسى أحمد. كانت صعبة عليه، خارجة الكرة من الزحمة، وبالتالي ردت فعل حارس المرمى لم تكن باستعداد قوي، لأن التسديدة قوية ووسط لاعبين، وبالتالي هدف تقليص الفارق من كرة جميلة استثمرها بشكل جميل كيبانو وسجل هدف التقليص الفارق في هذه الأثناء. إذن هدف للجزيرة، هدف تقليص الفارق والبدء بالعودة للمباراة. محاولة لصالح فريقنا الجزيرة، العمل مازال مستمر، كيبانو والضغط مازال مستمر، نقترب، وهذه كورة خطيرة، جول. الله كمارا يسجل هدف العودة، يسجل هدف التعادل كمارا، ويعيد رادوين المباراة من جديد. هدف في توقيت سليم في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. كمارا يضع الكرة في المرمى، تتحرك شباك اتحاد كلبة، تتحرك شباك النمور مرة أخرى. شوف كيبانو اللي هيئ الكرة وأرسلها بهذه الطريقة، حاول فيها كمارا بالرأس، ولكن بعد ذلك الكرة اصطدت وعادت لكمارا وسجل هدف التعادل. يعود الجزيرة بعد ضغط كبير، بعد رغبة كبيرة، بعد عودة أتت في توقيت سليم. الآن كمارا يضع الكرة في المرمى ويعيد الجزيرة من جديد للمباراة، يعيد الجزيرة من جديد للمباراة. هدف ثمين في توقيت ثمين جدا من عمر المباراة. كمارا